والله دام كذي الموضوع يفتح لك ميزانية ثانية حبيبي، انت يا دوب معاشك يكفي اخر الشهر وبعدين تقوم تتسلف لي من اللوادم. لان الجاهل عمرك ما تفهمين شيء، لان انا من اول يوم خليتك فيه حسبان انت نفس الحريم، بالاخر طلعتي لي تنين بس ناقصه تحرقينه، وعطيتك فرصه اثنين ثلاثه اربعه ما تعدلتي، انا ما ادري وين انت بتوصلي له. اللي ما تستاهل وجهك، مو عاجبك حبيبي طلقني، طلقني اذا مو عاجبك طلقني، شو اللي جابرك عليه ها؟ شو اللي جابرك عليه ها؟